أرجون، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. لماذا وكالة فضاء مصرية؟ يعني هو ده السؤال يبدأ يمكن بلماذا الفضاء لدولة نامية؟ لدولة نامية، نعم. ليه دولة نامية تدخل في الفضاء؟ ثم مع ظروفها الاقتصادية اللي احنا عارفينها. دولة نامية بكل احتياجاتها وأولويات. ثم نجد أن إذا كانت الدولة النامية ثبت لنا، ظهر لنا أنه من المهم أنها تدخل الفضاء، فهنقول إيه الطريقة؟ وقد نجد أن الطريق هو إنشاء الوكالة اللي هي تعمل هذا. فضل الوقت. فإذن دخول الفضاء، دخول الفضاء شيء مهم جدا لمجموعة التطبيقات والاستخدامات اللي أنتجها علم الفضاء أو علوم الفضاء في كل المجالات. الحقيقة في كل المجالات زي إيه؟ هنقول عشان نشرح للسادة. اهتمامات وكالة أو اهتمامات دولة بموضوع الفضاء بتنقسم لشقين. شق هو تكنولوجيا الفضاء، الصعود إلى الفضاء والأقمار الصناعية وتصنيعها محليا وتصنيعها في الصناعة بتاعتك وبالناس بتوعك. ده جزء مهم يحقق لك الاستقلال التكنولوجي والقدرة التكنولوجية. الجزء الثاني هو استخدام الفضاء في التنمية، استخدامات الفضاء في التنمية. أبرز هذه الاستخدامات، هناك استخدامات كثيرة من ضمنها الاتصالات والملاحة، ولكن الاستشعار أحد الاستخدامات المهمة جدا. ليه؟ الاستشعار بيشمل كل مجالات التنمية أساسا. أنت القمر بتاع الاستشعار هو عبارة عن كاميرا بتدور حول الأرض 16 مرة في اليوم وبتصور كل شيء تجده على الأرض بدقة معينة تتفاوت بين قمر لقمر. هقف بس، مصر في طريقها وهي بتعمل قمر وهتصفره فوق، هل هي مهتمة أنها تصور كل دول العالم ولا تصور مصر ونشوف خيراتها أو ثرواتها اللي موجودة في ده البلد؟ كلام الأول نقول مش مصر وهي في طريقها، مصر طلعت قمر. طلعت قمر؟ مصر طلعت قمر. قمر إيه؟ هو إيجيبت سات 1، القمر البحثي العلمي للاستشعار عن بعد. طلعته إمتى؟ 17 أبريل 2007. 2007 من 10 سنين بالظبط. 10 سنين. 10 سنين بالظبط تقريبا. هذا القمر قمر استشعار، وقمر الاستشعار بيتميز بحاجه بنسميها ريزوليوشن او الدقه. الدقه هو اللي موجود على الشاشه ده. هو ده القمر، دي صوره القمر فوق، ده القمر المصري. القمر ده دقته عاليه 7.8 متر، يعني يرصد اي حاجه في هذا الحجم. وبيدور حول، حضرتك سألتني لما بيدور، هو بيدور حوالين الكرة الأرضية كلها. وبيدور 16 مرة يوميا، كل دورة في 91 دقيقة تقريبا. لما بيدور حول العالم يقدر يصور أي حتة في العالم، أي حتة، من خلال أوردر من مصر، من الوكالة من مصر المصرية. لكن الفكرة أنت بتحتاجه لإيه؟ أنت أصلا لما اخترت هذا الريزوليوشن واخترت المدار وغير ذلك، أنت في ذهنك أنك عايز تستفيد بحاجة معينة، ليكن مثلا أنك عايز تشوف الزراعة في مصر، أو عايز تشوف المياه الجوفية، أو فتختار كاميرا تبقى حساسة للمياه الجوفية. ما هياش الكاميرا اللي بتصور رمال الصحراء مثلا وهل بتتعدى على الأرض الزراعية ولا لا. هو القمر بيبقى فيه كاميرا واحدة ولا أكتر من كاميرا؟ القمر بتاعنا، القمر العادي ممكن يبقى فيه أكتر من كاميرا زي ما أنت بتحب تعمله، يعني هو الكاميرا، القمر جهاز أنت بتعمله، بيبقى فيه أكثر من كاميرا. على سبيل المثال يعني بالذات موضوع المياه الجوفية ده يحتاج كاميرا معينة، لأنها بتكون حساسة لدرجات الحرارة اللي بتنتج من عملية البلل اللي بتيجي من المياه الجوفية. يعني ما يبقى فيه مياه جوفية وفي قمر بيرصد من السماء يعني أو من الفضاء، المنطقة اللي فيه تحتها مياه جوفية بيبقى فيه نشا. النشا ده درجة حرارته مختلفة عن رمال الصحراء الساخنة اللي هي حواليه، فيقدر يقول ايه في المنطقة دي في احتمال او في دلائل على وجود مياه جوفية او وجود خضرة تكون درجة حرارة اقل. فدي كاميرات بنسميها كاميرات شبه حرارية. هذه الكاميرا الشبه حرارية كانت موجودة عندنا على القمر بتاعنا ايجيبت سات 1. الكاميرات الاكثر استخداما وشيوعا، احنا كان عندنا اثنين. الكاميرا الثانية الأكثر استخداما وشيوعا بتبقى كاميرا ضوئية بصرية، يعني ما هياش حساسة لدرجة حرارة بنفس حساسية الكاميرا الأخرى، لكن حساسة للأطياف الضوئية، البحر،
الميه لونها ايه، الصحراء لونها ايه، الكلام ده كله بتبين هذا اكتر. على اي الاحوال فحضرتك بيبقى صانع القمر بيحط على القمر، على القمر كاميرا بتصور وهي ماشيه بعرض حوالي 47 كيلو تقريبا وهي ماشيه يعني. الصور دي بتيجي توصل القمر بيوصل للمحطه الارضيه، المحطه الارضيه بتاعتنا احنا في اسوان محطه الاستقبال عندنا، اما يعدي قريب من المحطه الارضيه في منطقه معين بينزل الصور دي، بتنزل الصور حسب اوامر مصنع القمر اللي هو بيصدرها من محطه التشغيل اللي هي موجوده عندنا في القاهره الجديده. اللي انا عايز اقوله كده ليه بقول كده، انا بقول لحضرتك احنا عندنا البنيه الاساسيه، احنا عندنا محطه تشغيل كبيره جدا وقويه وفيها كل الامكانيات، عندنا محطه استقبال في اسوان وشغاله يعني